موضوعنا اليوم بفاملي مشاهدينا ابتدينا الحديث عنه مع زميلي أمين قبل البريك، سألته رأيه بالانكونديشنال لاف أو الحب غير المشروط، برأيه ما منه موجود إلا بين الأم بالأخص وطفلة. اليوم بدنا نطرح الموضوع على ضيفتنا بفاملي، هل يوجد الحب انكونديشنال لاف أو الحب غير المشروط بين الأهل وأولادهم، وشو هو هالحب بالضبط بالنسبة للولد وللأهل؟ أهلا وسهلا معي شيفي. ميرسي كثير رولا، شرفتينا مرة جديدة. حضرتك اختصاصية نمو الأطفال والمراهقين، اليوم بدنا نحكي عن حب الغير المشروط اللي منه مبني على أي مصلحة من قبل الطرفين. نعم المفروض. خلينا نبدأ مع الشرح، علم النفس كيف بيفسر unconditional love؟ لما عم نحكي عن unconditional love بدنا نحكي عن أول شيء هو بيكون السيفتي تبع هذا الطفل شي يخلق، لأنه إذا الأم ما عم تحب طفلة أو ما حبت طفلة أو ما اهتمت فيه، ما عطته الأفكشن الكير اللي هو عايزة، خاصة بأول أيام أول أسابيع، فهيدي السيفتي تبع الطفل، يعني إذا ما وصل الأمين، يعني شعور بالأمين. إيه أكيد بيشعر فيه الطفل من ولادته. أكيد أكيد، لأنه إذا ما أجي له هالاهتمام وهالمحبة أو الأكل الطعام الاتنشن اللي هو عايزة، فإذا هون ببلش عنده السيفتي تريجر، بتبلش عنده من هو طفل، يعني انه في هون سيفتي تريجر بمعنى قلق. قلق ايه نعم، وبده يبلش يعطي الهم انه يا ترى هيدي علاقه امنه بيني وبين الشخص اللي المفروض يكون عم يهتم فيه اللي هو بيكونوا اهله اكيد باول ايامه، ولا منا امنه وانا فاذا ما فيني اتكل على هذا الشخص او ماني حاسه انه في هيدا العلاقه السيبتي بيني وبينه. يعني من الولادة الحب المطلق للطفل هو انه الام او الاهل يأمنوا له كل حاجاته اكيد حتى يشعر بالامان. اكيد اكيد، والا ببلش هون عنده السيفتي تريجر، بدها تبلش انه هون هيدي علاقه منا سيبتي بيني وبين هول الاشخاص. بس بيوجد بين الام والطفل او ممكن يوجد بين بقيه افراد العائله؟ هي ممكن تكون بين بقيه افراد العائله، بس اكيد اقوى رابط هو بين اول ايام الطفل، كثير مهم تكون موجوده بين الاهل والطفل لحتى يقدر يكون هيدي العلاقه السيبتي، لانه العلاقه العاطفيه هي أهم علاقة ممكن نكونها بأول أيامنا، ومن هناك بينتقلوا العلاقات الـ يعني السوشيال والكوجنيتيف والبيهيفيرال، يعني حتى يقدر ينمى الطفل بطريقة صحية. من المفروض مايا إنه الأهل يعطوا تلقائياً هالحب هالنوع من الحب لأولادهم، ولكن بالفعل هل كل الأهل بيقدروا يعطوا حب غير مشروط لأولادهم؟ أوقات لا، أوقات بحسوا أنه صعب عليهم، أوقات بيشوفوا كمان أنه هني يمكن هنحطوا بظرف أنه كمان ما كان بدهم مثلا طفل بهذا الوقت، يمكن هني بعلاقة غير صحية بينهم والشخص الثاني أو نحطوا بظروف، فهون كمان بيكون في العلاقة مع شروط بينهم وبين الأطفال، بيكون هني كمان من الطريقة يلي بيكونوا عم بيحطوا judgment أو انتقاد عن أشخاص تانية مثلا من ديانات مختلفة أو من بلاد مختلفة، أو يكونوا تنقول هوموسيكشوال، تنقول يعني كتير غير عن مثلا هني كيف هون عايشين، هون بطل حب غير مشروط، هون بطل غير مشروط، هون نحن عم نقول لأولادنا أنه هني غلط، أو يعني إذا ما بتمشوا مثل ما بدنا نحن ما رح نعطيكم الحب بالضبط، فهون نحن هون صار في شرط، هون صار في شرط، وهون أطفالنا رح يكون صعب عليهم تيرجعوا يجي يقولوا لنا انه انا مثل هول الاشخاص، او انا حبيت شخص من غير دين او شخص من غير بلد او شو ما يكون، فهون نحن عم نبلش نحط هول الشروط، بتصير اصعب على اولادنا تيجوا يحكوا معنا بهول المواضيع. واجب علينا مايا نعطي اولادنا unconditional love؟ برايي انا اكيد اي، لان والا بيصير في عندهم مشاكل تانية بحياتهم، بيصير علاقه بيني وبينهم اضعف، بيصيروا هول الاطفال يا اما بدهم تو انترنالايز هول المشاكل اللي عندهم اياها، يعني بيتركوها جواتهم او بدهم يطلعوها بطريقه او اخر، يعني مثلا يمكن يبلشوا يسرقوا، يمكن مثلا يبلشوا يفوتوا بمشاكل اكل طعام، يعني eating disorders، انوركسيا او بوليميا، ممكن يقصوا
حالهم مثلا هيدي كثير الكاتينج يتراجعوا بالمدرسه ممكن مثلا عم نشوف كثير ينعزلوا عن المجتمع في عده طرق ولكن بالزبط. اكيد كلنا بنوافقك الراي يعني عند الولاده بالسنوات الاولى من حياتهم لما بيكونوا اطفال نعطيهم هالانكونديشنال لوف ولكن لما بيكبروا بنبلش نشعر انه هن لازم يكونوا مسؤولين على تصرفاتهم فمن الصعب انه ما نحط بعض الشروط عليهم اكيد مسؤولين على تصرفاتهم شيء بس بنفس الوقت انه نطلب منهم انه يكونوا بيرفكت كاملين هيدا شيء ثاني لانه ما في حدا كامل اكيد والكل بيغلط فلما بنحط عليهم كل هول الشروط الكونديشنز انه انتم لازم تكونوا هيك فهون ببلش يصير في صعوبات عم نشوف كتير بنات وصبيان كمان بأعمار أصغر وأصغر عم ببلشوا يمارسوا مثلا علاقة جنسية فهون لأن ما عندهم هيدا الشعور بالأمان فعم بدوروا على مطرح تاني حتى يجيبوا هيدا الاتنشن فهون ببلشوا المشاكل إذا ما عم نعطيهم هيدا الحب الـ unconditional هالحب شو بتكون نتائجه؟ إذا قدرنا نوفره لأولادنا من الولادة وبالسنوات الأولى من حياتهم شو بتكون النتيجة؟ تكون علاقة بينه وبينهم كتير صحية بينمو هني بطريقة صحية بيقدروا يرجعوا to contribute يعني يردوا للمجتمع بطريقة صحية فبيكونوا هني responsible أكتر بحياتهم self-esteem عندهم بيكون كتير كمان أقوى فهيدي بتخفف مشاكل بعدين بحياتهم وبيكون عندهم منسميه self-love يعني بيحبوا حالهم كمان مش بطريقة أنه يكونوا شايفين حالهم بس بيحبوا حالهم فهي كمان كتير مهمة لحتى هني بعدين يكون عندهم علاقات صحية إن كان مع أصحاب أصدقائهم أو مع أشخاص تاني في ولاد أوقات منلتقى فيهم مايا بمختلف الأعمار بيعملوا المستحيل حتى يلفتوا انتباه الآخرين حتى يحصلوا على attention حتى يحصلوا على بعض الابروفل من الآخرين هون منشك أنه في نقص عندهم بالحنان وهالأمان اللي ذكرتي بالضبط بيكون في هيدا النقص فأنا دايما بقول لأهل عطون قد ما فيكن لأولادكم حتى ما يروحوا يدوروا على هيدا الاتنشن من مطرح تاني في فرق بين انه عم بنزع ابني او سبويلينج اولادنا يعني او عم نعطيهم الحب يلي هن عن جد عايزينه حتى بدنا نحكي عن الفرق صحيح. بين الاثنين لانه اوقات في خط رفيع بيناتهم ولكن قبل بدنا ندعي المشاهدين انا وياكي اذا عندكم اي سؤال حول هالموضوع بنتمنى نسمع رايكم او تجاوب على سؤالكم ضيفتنا مايا هل هالنوع من الحب بحط ضغوطات على الطفل؟ اي اكيد يعني اذا نحن عم نحط هدول الشروط عم نقول لاطفالنا انه انتم بس هيك بهيدا الخط لازم تتصرفوا اذا الطفل مثلا عم شوف كثير لانه مرات بتلاقى مع الاهل كبرايفت كونسلتنت فكتير اوقات بشوف انه اذا كان مثلا اول طفل بالعائله او الطفل الوحيد مثلا بالعائله فهون بصير الضغط بعد اكثر على هيدا الطفل تيتصرف بطريقه بيرفكت ما بقى نسمح له من دون اخطاء مش مسموح ولكن هيدا شرط بطل كمان كمان بطل أن شرط انه تبقى مثل ما نحن بدنا اياك تمشي والا ما بنعطيك الحب المطلق بالضبط فنحن لازم نفكر لحالنا طيب اذا انا حكيت مثلا عن الرجال اللي ماشي قدامي او المراه اللي ماشي قدامي مقابل ابني او بنتي هون عم علمهم انه كمان هن يكون في عندهم جادجمنت على الاشخاص الثاني فكمان ما رح يقدروا يجوا مثل ما قلنا يجوا يتواصلوا معنا انه انا مثلا عندي فلين مشكلة أو أنا عم بتعرض لهول الأفكار إذا كمان. كنا شو جادجمنتال يعني إذا حكمنا على الآخرين أمام أولادنا بالضبط فيلي لازم نجرب نعمله إنه ننمي عندهم الـ critical thinking skills شو رأيك أنت بهيدا الموضوع ليش هيدي البنت مثلا عم بتواجه مشاكل بأكلها ليه هيدي البنت اللي عندكم بالمدرسة عم بيقولوا عنها إنه صيتها مش حلو مثلا فهو اللي كلهم بنخلي دايما ندعي طفلنا أو ولدنا حتى يعبر عن رأيه بهالمواضيع أو كتير مش مهم. نحن نفرض رأينا عليه كتير مهم أنا دايما بقول للأهل لازم نعلم أطفالنا حتى هني كيف يفكروا منهم لوحدهم مش نحن نقلهم شو لازم يفكروا لأنه شي نهار رح يوصلوا لعمر معين وما رح يعرفوا يبدوا أي قرار لوحدهم بالضبط عم يوصلوا على الجامعة ما عم بيعرفوا مثلا حتى كيف بدهم يشتروا أكل حتى يحضروا ما عم بيعرفوا كيف بدهم يتعرفوا على أشخاص فعم بيتعرضوا لمشاكل لما عم يكبروا أكيد أكتر وأكتر ولكن إذا رأيهم بيختلفوا
بيختلف عن رأينا بهالمواضيع اللي بنطرحها عليهم، شو لازم تكون ردة فعلنا حتى نبقى نعطيهم هالحب المطلق؟ هو أوقات صعب على الأهل لما أطفالهم يجوا لعندهم أو الشباب بناتهم يجوا يقولوا لهم أنه أنا مني موافقة معكم، بس نهاية النهار يعني رح يوصلوا هالأطفال لسن 18 بدنا نقول لما مسمح لهم بدنا نحترم هالشي بدهم يمشوا حتى بالأعمار الأصغر. بالضبط، لازم نحترم هالشي، بس بنفس الوقت فينا نديرهم وفينا نقول لهم انه انت هيدا رايك، بس انا برايي كأم او بي انه هيدا الاحسن الافضل. تحت هني كمان نورجيهم انه هول الخيارات احسن لكم بالحياه. معنا اتصال لمايا من قبل عدله. صباح الخير عدله. بونجور، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضلي، عندك سؤال؟ موضوع والله عندي سؤال، موضوعكم كثير مهم مشان الاطفال. أنا بنوتي هلأ بتصير عمرها 10 سنين، بس كل نهار ماما أنا بحبك وتبوس فيني وبتبوس بأبوها، يعني هيدا مرات كثير بضايقني هالشيء، إنه بتضل كيف ما برامج بتبوسني، ماما أنا بحبك، نيالك ما بعرف هيدي إنه شو، مرات بحس حالي معقولة أنا مقصرة مع أو ما دام بصي فيها هلا عمرها 10 سنين، بعد كم سنه رح تهرب منك، رح تركضي انت وراها. انطري شوي، تفضلي معي، شو رايك بهالموضوع؟ هون يعني انا يلي بنصحك انه تعطيها يمكن شوية كواليتي تايم اكثر، يعني بدنا نعطيهم شوي من وقتنا، نحط على جنب نطفي التي في، نحط على جنب الموبايل، نقعد نعطيها وقت نحن وياها سوا، لانه يمكن شوي عم بتحس بالانسكيورتيز، يعني انه ماما بتحبيني انا بحبك، بتحبيني انا يعني بحبك، بدها تاكيد، بدها تاكيد. بدنا نفكر كمان لما مثلا اذا عملت شيء غلط، يا ترى نحن اوقات مرات الاهل يمكن بيهددوا اولادهم انه خلص انا هلا ما بحبك لانه انت تصرفتي بطريقه خطا، فبدنا نفكر بالمسجز اللي نحن عم نعطيهم لاولادنا انه لا انا بحبك بس هلا زعلاني منك لانك تصرفتي بطريقه خطا، فحتى ما يحس انه يا ترى رح افقد هيدي العلاقه مع يعني أهلي. هي بدها بس شويه اهتمام اكثر وري اشورنس بنفس الوقت. يعني بالنهايه هذا نوع من النداء المبطن من قبل هالطفله لا اما ومنيح انه عم تقدر هي تو فيربلايز هيدا الشيء. هل في طرق اخرى للتعبير عن هالنداء؟ اكيد، يعني لو من قبل الطفل هي اكيد، يعني هلا هي عم تعمل هالنداء بطريقه صحيه ايجابيه، عم تقول لها انه ماما انا بحبك، بس يمكن اطفال ثاني يتصرفوا بطريقه خطا، يعني بنقول عنهم انه مس بيهيفد او شيء هيك لانه بدهم هيدا الاتنشن. نحن كاهل فينا نعبر عن الحب لاطفالنا، ان كان مثلا نون فيربل، يعني فينا نبتسم لهم لما يعملوا شيء صح، نروح نعطيهم عبطه، ناكد لهم مثلا على كتفهم، نقول لهم انه برافو انا كثير مبسوطه بالطريقه اللي انت تصرفت فيها، ونقول لهم بالضبط شو هي التصرف اللي انا مبسوط منه. في اهالي مايا ما بيعرفوا يعبروا بهالطريقه، مش من طبعهم انه يعبروا بهالطريقه افكشنتلي من قبل لمسات اذا بدك جسديه، العبطه، البوسي، ولكن هذا ما بيعني انه ما عندهم هالحب المطلق لأطفالهم. صح. كيف بيقدروا يعوضوا عن هالشي لأولادهم؟ بدهم يجربوا قد ما فيهم على القليل، يعني مرات بتلاقى بأهل بيقولوا لي صار لي أسبوع مثلا مش عبطة ابني أو بنتي. طب تخيلوا يعني هالولاد قديش هني بحاجة لهيدا الحب، وممكن يعني كمان يعبروا بغير طرق، مثل ما قلت شفهيا، يعني نقول لهم أنه أنا بحبك، أنا بحبك، أنا مبسوطة من تصرفاتكم بهالوقت وإلى آخره. لازم يعني دايما نطمن شفهيا كتير مهم، كتير مهم، لازم دايما نطمن أولادنا. وكمان بدي أقول رولاشي كتير مهم أنه يمكن من أجيال آخرة هلأ عم بلش تتغير، بس البي يمكن بالعائلة كان يفكر أنه هو دوره بس أنه يشتغل ويأمن الكيرجيفر، يأمن حاجات العائلة، حاجات العائلة، بس كتير مهم انه البي كمان يعبر عاطفيا جاهز. اكيد، ما ننطر لحتى يصير هالطفل عمره 2 أو 3 سنين لنقدر نروح نلعب معه فوتبول، او البنت حتى يصير عمرها، لا، ببلش هيدا من نهار ما يخلقوا الاطفال، لازم الاهل الاباء كمان يعبروا عن هيدي المحبه. هل في شيء اسمه تو ماتش لاف؟ يعني هل ممكن نزيدها بالنسبه لهالموضوع؟ وبتصور الجواب هو نعم.
حسب كمان شو لا مثل كيف عم نعبر عن التو ماتش لاف، يعني مثل ما البنت لاحقه اما بحبك بحبك حبيني حبيني، في اهالي هيك بضلوا لاحقين اولادهم ايه؟ عبوطه وبوسي وحبني، بصير الولد يهرب من الاهل. اكيد، يعني هيدي كمان بنسميها هليكوبتر بيرنتينج، يعني بضلهم فوق راس اهلهم، ما فوق راس اولادهم، ما عم بيعطوهم المساحه بس حتى اولادهم كمان يكون عندهم شويه مجال حريه. بس بنفس الوقت رولا اذا عم نحكي عن الأفكشن يلي الطفل عن جد هو بحاجة إلى، أنا برأيي ما في شيء اسمه too much love and affection، مثل ما قلنا أحسن ما يروح ينجرفوا ويدوروا عليها بمكان آخر. بس كمان بدنا نحط الفرق بين too much love and affection والspoiling of children. لما عم نعطيهم مثلا نسمح لهم يعملوا يلي بدهم اياه، ما في ليميتس بالبيت، ما في روتين بالبيت، او كمان عم نعطيهم اياها عن طريق الماديه، يعني عم نشتري لهم هديه بدل ما نروح نقعد معهم خمس دقائق 10 دقائق. يعني برايبينغ ذم. بيصير. معنا اتصال اخر. مايا صباح الخير. الو صباح الخير، تفضلي. بونجور. اهلا. أنا عندي مشكلة بعتبرها مع ابني من هو وصغير، بحب ننام حده بس يكون عنده مدرسة بأيام الصيف أو بالويك إند، ما عنده مشكلة. بيو بيشتغل بالليل، يعني وجودي دايما أنا معه، ما بعرف كيف بدي أتعامل معه. قد ايه عمره ابنك مدام؟ صاروا 11. ومن أي متى هالحالة؟ يعني من تقريبا من كم سنة، يعني من شي 4-5 سنين بيترجاني لنام حده. كل ما يكون عنده مدرسة تاني نهار بيطلب منك مزبوط. تنامي حده بالليل. مزبوط. ووالده دايما غايب بالليل. مزبوط. اوكي. حضرتك سوري اسمك؟ نعم. اسمك مدام. اسمك مدام. ناهدة. ناهدة. ناهدة هون بدك تسألي حالك كم سؤال. من 4-5 سنين ليه بلش يتصرف بهالطريقة؟ لأنه الأطفال لما بيتغير تصرفاتهم فجأة بدنا نسأل شو صار بهيدي الفترة، شو تريجر، إن كان مرحلة ستريس، إن كان نقلوا بيوت، إن كان البي يمكن من وقتها بلش يشتغل بالليل، يا ترى خايف هالطفل. ففي عنا هالكم سؤال، ومعليش يعني يمكن هول برايفت بس مهم لحتى ناهدة أنت تفكري فيهم. هيدا شيء. تاني شيء بدنا نفكر كمان يا ترى شو عم بيصير بالمدرسة حتى في عنده هيدا القلق قبل ما يروح على المدرسة تاني نهار، يمكن عم يتعرض لشوية بولينج، يمكن عم يتعرض لظروف صعبة مع أصدقائه بالمدرسة أو مع المعلمة، فهون كمان بدنا نفكر بهيدا الموضوع. والشي التاني بدي أنا دايما بقول للأهل شو اللي نحن بنسمح له بده يضل عم بيصير. فطول ما انت كمان عم تسمحي لابنك انه انا ايه رح اجي اتلقى حدك لحتى حالي رح تستمر ايه حالها حالي، ولكن ما فيها تغير الوضع فجأة. لا اكيد مش فجأة، بس اذا تدريجيا اذا قررت انه تغير الموضوع. بالعكس لو اوقات بنفكر يلا ليلي ايه ليلي، لا لازم تكون consistent على طريقة متكررة. نعم. مش انه اليوم رح اجرب شيء وبكرة ولكن ضروري تشرح له الأسباب. لازم تشرح له لأنه صار عمره 11 سنة. مزبوط ناهدة، فلازم نشرح له بالضبط ليش بدنا خلاص ننفصل، أنا بدي نام هون وإنت رح تنام لوحدك، خاصة لأنه صار عمره 11 سنة وعم بيقرب على سن البلوغ، فكمان هون هو بحاجة تحت يتعود ينام لوحده. نصيحة أخيرة لناهدة وللمتصلة الأخرى ولكل الأهالي اللي عم بيسمعونا. حبوا أطفالكم من غير شروط unconditionally، وكمان المسجز اللي عم تعطوها لأطفالكم فكروا فيها، انتبهوا عليها، لأنه كل ما نحن ننتقد غيرنا عم نحط هيدا الحاجز، هيدا الفاصل بيننا وبين أطفالنا حتى ما يقدروا يجوا يحكوا معنا بمواضيع كتير مهمة بحياتهم. أصلاً هذا أحلى شعور بالعالم، فبتصور من السهل علينا كلنا أنه النفس. وشكراً لك مايا. شكراً لك رولا. وقفة جديدة مشاهدينا ومتابعي حلقتنا.